السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب، معكم خالد من جيمر سناك. أول شيء كل عام وانتم بخير، إن شاء الله تكونون بصحة وبخير وسلام. طبعا ريزيدنت إيفل فيليج اصدرت حاليا، تقدرون تجربونها كلكم. وقبل لا تصدر اللعبة قدمت لها شروحات وتحاليل وجربت أكثر من ديمو، طبعا قدمت لها مراجعة موجودة في القناة بالإضافة لتجربة أكثر من مقطع للعبة لين ختمناها. واليوم راح يكون عندي محتوى إضافي لريزيدنت إيفل وبيكون أنبوكسينج للنسخة الخاصة مثل ما انتم شايفين، وبنشوفها عن قرب وبالتفاصيل اللي فيها. باعتقادي أن اللعبة هذه أعطيتها محتوى كافي، لكن الأهم أنكم تكونون مستمتعين ومستفيدين من كل اللي تشوفونه في المحتوى اللي قدمته. واليوم بنشوف فتح الصندوق مثل ما ذكرت، لا تقصرون باللايك والنشر، والحين خلونا نبدأ. في البداية مثل ما تشوفون هذا هو الصندوق الخارجي اللي المفروض أنه تصميمه على حقيبة سفر أو ما شابه، لأن لاحظت عليه بعض الطوابع اللي ترمز لأماكن في الجزء الجديد اللي هو فيليج. عندنا طابع للمطار تقريبا، بالإضافة إلى الفندق وأماكن سياحية مختلفة تقريبا من كل مكان في الصندوق. ومثل ما تشوفون هذه نسخة البلاي ستيشن 5 وصلتني من الشركة الناشرة وكابكوم، فحبيت أشكرهم على هذا الإهداء وأن أعطوني فرصة أستعرضكم كل المحتويات اللي فيها وتشوفون إذا تناسبكم هذه النسخة وتدورونها بالسوق أو لا. بالإضافة أنها متوفرة للأكس اكس بوكس واتوقع البي سي، لكن ماني متاكد. ومن خلف الصندوق نشوف كل المحتويات اللي موجوده داخله وبنشوفها بالمقطع. نبدا الحين ونشيل الغلاف الاولي، ومثل ما تشوفون عندنا فوق مسكه اللي هو مثل ما ذكرت ان المفروض هذا تصميم حقيبه لكن عباره عن طباعه. نبدا الانبوكسنج ونفتح الصندوق. اول شيء راح يقابلنا كتاب القريه، بالاضافه لبوستر خفيف عليه شعار. طبعا الكتاب المفروض انه من جلد لكن هو عباره عن طباعه، كله ورق ما في جلد، مجرد شكل. مثل ما تشوفون عليه شعار اللعبه وايضا مكتوب سجل المسافر، وعليه شعار امبريلا الخفي مثل ما تشوفون في المقدمه بشكل خفيف. من الداخل هذا الكتاب راح يتضمن الارت او الاعمال الفنيه في اللعبه، وراح يكون تدريجها حسب الاحداث مثل ما شفنا في القصه نفسها. ممكن يكون في بعض الحرق، لو حاب تسوي سكيب عطى 40 ثانيه تقريبا وبعدين كمل المقطع. المهم نلاحظ هنا عندنا القصه، من البدايه نشوف السرد القصصي في كتاب الفيليج، بعدين راح نشوف عائله ايثن، ميا وروز، وكلها تقريبا اعمال فنيه مسبقه قبل ما يصممون الشخصيات، يسوون لها ارت بسيط مثل ما انتم شايفين. ايضا عندنا شخصيه كريس، والغريب في الموضوع ان كريس السابع موجود لكن شكله شوي مختلف. بعدها راح نشوف مجموعه من المستذئبين في القريه وتصاميمهم الاوليه، ايضا كلها الاعمال الفنيه مثل ما ذكرت، يعني تصميم مبدئي قبل ال 3D. بالاضافه ان عندنا شخصيه ديمتريسكو، مثل ما تشوفون شكلها اعنف من ما شفناه في اللعبه، لكن الظاهر بعدين غيروا التصميم لهذا الشكل. ايضا عندنا بناتها، ومثل ما نمشي في هذا الكتاب راح نشوف الوحوش والقلعه والخفافيش اللي تطير، اذا ما شفتوا وجهه هذا هو شكله لما تقربون عليه في اللعبه. ويستمر معانا الكتاب ويستعرض لك جميع الشخصيات اللي تشوفونها في اللعبة بأشكالها، الوحوش الصغيرة والكبيرة والبوس فايت، بالإضافة إلى موضوع المفاتيح والأماكن الخاصة. فباختصار عندك Resident Evil Village بالكامل هني كآرت موجودة في هذا الكتاب. عموما إذا خلصتوا اللعبة راح تحصلون على كل هذه الصور موجودة بداخل اللعبة في البونس. ننتقل للي بعده، وعندنا خريطة عالم Resident Evil Village. هذه الخريطة المفروض انها من مادة قماشية لكن اشوفها ميكس بين القماش والورق. المهم راح تستعرض لك كل الاماكن الموجودة في اللعبة كطريقة فنية شلون مصممينها. راح تقريبا يبدأ ايثن من هذا المكان ويتجه الى القلعة، بعدين يزور باقي الاماكن، فهذا هو عالم Resident Evil مسوي لك اياه في الخريطة اللي اساسا تكون موجودة لما تضغط ستارت وتشوفها، لكن هني بطريقة فنية اكثر. ولو اقرب لكم تشوفون تفاصيل التصميم، عندنا هني شعار امبريلا وغيره من الاماكن فيها. ننتقل الحين للنسخة الموجودة مثل ما ذكرت بلاي ستيشن 5. هذه النسخة الديلوكس اللي اول شيء تحتوي على غلاف خفيف خارجي، بالاضافه ان عندكم شعار كابكوم هني واسم اللعبه والتفاصيل من الخلف بالعربيه. تشوفون هذه النسخه بالعربيه، وعلى فكره كل النسخ في Resident Evil لو تنزلها من اي ستور امريكي اوروبي ياباني ما يفرق، راح تحصل اللغه العربيه موجوده. الاهم انك مو تشتري من ستور المناطق العربيه، لا، في هذه اللعبه الاهم بس انك تلعبها على العربي، لان اذا لعبناها على العربي الشركه راح تشوف الاحصائيات وكم واحد عربي لعب اللعبه بمختلف الستورات. الستور هني مو مهم في هذه اللعبه، شوي موضوعها مختلف عن باقي الالعاب، اهم شيء انك تلعبها في لغتنا العربيه علشان تكون محسوبه كاحصائيات للمنطقه. المهم هذا الغلاف المعدني مثل ما انتم شايفين ايضا عليه شعار امبريلا الخفي، فيه لمعه شكله جميل، لكن الغلاف المعدني بشكل عام حسيت انه متوسط من ناحيه التصميم، ما في اشياء ثانيه مبهره. وبالنسبه للداخل راح يكون عندنا قرص اللعبه وباقي الاوراق اللي فيها اضافات. طبعا بالمناسبه عندنا اول شيء كان فيه ورقه فيها كل المحتويات اللي تحصلها في نسخه الديلوكس ومكتوب
مكتوبة بالعربي مثل ما تشوفون، وداخل هذا الغلاف راح نحصل أيضا كود ثاني خاص فيه محتوى الأونلاين. أونلاين اللعبة للحين ما صدرت، أتوقع صار له تأجيل، لكن سويت تجربة في القناة لو حابين تشوفون. فهذا كان الغلاف المعدني، للأسف ما في شيء من الداخل ولا تصميم ولا شيء. أما الحين ننتقل لأهم قطعة موجودة في هذا الإصدار، وهو مجسم شخصية كريس ريدفيلد. مثل ما سويت أنبوكسنج في آخر إصدارات ريزيدنت إيفل، دائما يكون في الكولكتر إديشن عندنا شخصية، وبحط لكم روابط الأنبوكس لكل السلسلة لو حابين تشوفون السابع، الريميك، الثاني، الثالث، كلها موجودة في الوصف. طيب أول شيء نشوف هنا عندنا القاعدة اللي تركب عليها الشخصية، وتشوفون شعار فرقة الذئاب اللي يقودها شخصية كريس. طبعا هم مختصين للقضاء على أمبريلا أو أي حد يستخدم الأسلحة البيولوجية وعنده أبحاث هذه الفرقة مخصصة له، وتقريبا صار 3 سنوات لكريس يحاول الإطاحة في أمبريلا وأسرارها. مثل ما تشوفون هنا عندنا سلاح كريس، في تفاصيل جميلة صراحة، يركب في اليد لكن واجهت صعوبة في تركيبه في يد الشخصية. وعلى فكرة لاحظت شغلة، ان كريس وزنه ثقيل، الشخصية ما هي نفس الشخصيات اللي قبل، وزنه شوي اثقل. المهم هذا هو كريس ريدفيلد. مثل ما تشوفون في ملاحظة استغربت منها، ان تصميم الحذاء من نوع الرياضي، لما انا ما يبين في اللعبة لكن توقعت انه يكون شيء مختلف، لكن تشوفون التصميم جدا غريب بالنسبة لي. المهم بالنسبة لشخصية كريس ريدفيلد اشوف مستواه بشكل عام جيد جدا وقريب من شكله في اللعبة، ولو في ان اختلافات بسيطة، لكن على الاقل مو بنفس بعض الالعاب اللي يكون فيها كولكتر اديشن المجسم كلش ما يشبه الشخصيات. لا هني اشوف شكله حلو من ناحية التفاصيل في الوجه، بالإضافة للشعر والملابس بشكل عام أشوفه مضبوط. طبعا كريس ما في تفاصيل كثيرة من ناحية الملابس والأغراض اللي معاه مقارنة في جيل بالإضافة إلى ليون، فالحين بنسوي مقارنة وحطه بين الشخصيات ونشوف شكلهم مع بعض. لكن أول شيء نوخر شخصية إلي اللي ما لها علاقة في ريزيدنت إيفل، ونلاحظ الحين أن كريس أطول من باقي الشخصيات. ما أدري إذا هو بالقصة حقيقيا أطول منهم أو مجرد أن هذا التصميم المجسم أكبر. المهم هذولهم تشوفونهم بجانب بعض. بالنسبة تواجد الشخصيات بجانب بعض، حسيت ان كريس ريدفيلد له هيبة مقارنة في باقي الشخصيات، يحسسك ان الشخصيات اللي واقفين معاه كلهم مبتدئين. وعموما كريس ريدفيلد هو البطل الرئيسي لسلسلة ريزيدنت ايفل بالكامل، يعني تقدر تقول هو الهيرو الاساسي اكثر من باقي الشخصيات الثانية اللي موجودة في يونيفرس او عالم ريزيدنت ايفل بالكامل. على العموم وصلنا الحين لنهاية المقطع. مثل ما تشوفون هذه كل المحتويات اللي موجودة في النسخة الخاصة. انتوا عطوني رايكم باللي شفتوه بشكل عام، هل المحتوى اللي تشوفونه والمجسم والاشياء الموجودة مقابل السعر اللي تشوفونه حاليا على الشاشة، هل تستحق سعرها او لا؟ المهم اني قدرت استعرض لكم المحتويات وكأنكم انتوا شريتوه وتشوفون، فتشوفون اذا عجبتكم او ما عجبتكم، القرار لكم. اتمنى عجبكم التصوير، اتمنى عجبكم مقطع الانبوكسنج، ولو حاب تشوف الانبوكس لنسخة ريزيدنت ايفل الريميك 2 او 3 او حتى الجزء السابع كلها موجودة في الوصف. واذا حابين تشوفون مراجعة ريزيدنت ايفل فيلج، هذه ظهرت لكم على الشاشة حاليا بالاضافة الى تجارب اللعبة، فاتمنىكم تشوفون المقاطع ولا تقصرون في الدعم بشكل عام. واذا ختمت اللعبة الحين وتبي تشوف المراجعة، فابي اشوف رايك هناك في التعليقات. المهم يعطيكم العافية واشكركم على المتابعة، ومن زمان عن الانبوكسنج لكن رجعت لكم مرة ثانية، وان شاء الله في مقاطع ثانية في القناة. يعطيكم الف عافية، كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.